الآن هذه الشراكات المتعددة، هذه الاتفاقية الاستراتيجية الضخمة ما بين بكين وطهران، يعني اتفاقية لمدة 25 عاما، هل نحن بصدد تحالف شبه سري؟ حتى بالحديث عن هذا التحالف فليس تحالفا سريا. الصين كما أشار ضيفكم من السعودية أن الصين تحافظ على علاقات جيدة مع كل الأطراف في الشرق الأوسط. السعودية هي شريك استراتيجي مهم للصين، ونحن نستورد كميات كبيرة من النفط من السعودية فضلا عن إيران. هذه البلدان لها تحفظات مع النظام الإيراني. إن الصين تتبنى سياسة أساسية في هذا الأمر، سياسة خارجية تحافظ على التوازن بين هذه البلدان. التحالف ضد من؟ ضد الولايات المتحدة. الولايات المتحدة ليست طرفا في الشرق الأوسط. هل هي صديقة يا دكتور جون؟ هل الولايات المتحدة صديقة للصين وصديقة لإيران؟ دعنا نفكر بهذه الطريقة. الرئيس ترامب انسحب من الاتفاق النووي ليس بسبب الصين، ولم يكن أيضا البلدان الأوروبية هي التي طلبت ذلك. نعم. إن الصين إذا ما كنا نفكر في حلف مع إيران فربما قد يبدو ذلك منطقيا من وجهة نظر الدول الأوروبية، ولكن ربما مثلا من باريس نجد وجهة نظر مختلفة، لأن باريس كانت تستفيد من النفط الإيراني. طيب يا دكتور جون، لم تجبني بعد، هل تعتقد حضرتك أن الولايات المتحدة دولة صديقة للصين؟ هذا السؤال يحتاج إلى إجابة من واشنطن. نحن نحاول أن نخلق علاقة صداقة مع الجميع، لم نشن حرب تجارية. الصين لديها علاقات دبلوماسية في سياق شراكة استراتيجية مع واشنطن. المشكلة أن لا يمكن أن نتصرف من جانب واحد، الأمر يحتاج إلى تبادل من الطرفين. فإذا لم ترى واشنطن الصين على أنها صديق، فربما يكون من المعقد أن تسير العلاقة في الاتجاه العكسي، وبالتالي على واشنطن أن تجيب عن هذا السؤال أولا.